تي نعرفوا الديربي ماتش صعيب ماتش امبورطون كل الناس الكل معناتها حتى بور لا بورسيت دو شامبيونا حضرنا روحنا بالكدا وحبينا نحطوا كره في القاع حبينا نماركيو بونتويات ما غير نقبلوا اذا كشار والحمد لله اي صحيح برومي ديربي دو كلاسيكو لعب معناتها بون شو رونتري دون الغران با ديل ديبي ولي معناتها هما توس دوني كونفيونس معناتها قالوا لي ماتشات كيما ماتشات الكل حبيت نلعب لعبي وكل شيء والحمد لله سا بيان باسي اي صحيح تو ربحنا الديربي و غاس كونسونتري على ماتش دون دو جور ضد بنغردير ماتش توت اوسي كومبليكي معناتها على الاكستيريور تيران سانتيتيك نعرفوا بنغردير جماعه باهي معناتها ترشحت بلاي اوف كل شيء وليش نحضروا احنا نحضروا الماتش هذاك بالكدا الحمد لله ظهالي هبطنا ابليكي كما قلت هبطنا ماخذين ديسيزيون لازم نجيبوا 3 بوان نعرفوا ماتش صعيب مش قدام جمهورنا ما حطينا كل شيء باش نجيبوا الماتش هذا نعرفوا الكونكورنس نتاع مع الاطوال قويه برشا الحمد لله اليوم كولين فوا ورينا عنا جروب باهي حطينا كره في الشبكه ربحنا ان شاء الله نكملوا هكايا وان شاء الله جاي خير شهر صحيح ماركينا من الاول من بعد نجري الماتش مالوريزمون فما اوقات وخرنا فيهم برشا ومن بعد الحمد لله حكينا مع بعضنا ورجعنا واقفين الفوق شويه كما قلت لك في الماتشات هذوما البلوز امبورطون هو الفيكتوار اللي خلي الامبيونس باهيه تعرف بعد ديربي ربح يعني ديما تقول الامبيونس باهيه وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله صحيح عندنا جمعه صعيبه نعرفوا الجمعه هذه باش بوتيتر تكون ديسيزيف يعني نجم نكملوا الجمعه هذه ان شاء الله متوجين سينو يقعد لنا ماتش ليتوال ان شاء الله نجيب فيه شامبيونان ليسونسييل ناخذهم بالماتش بالماتش بيان سور اليوم كملنا الماتش هذا نحضر الماتش الجاي ان شاء الله فيكتوار كالعاده ان شاء الله صحيح هذول اليوم جولات كل قدم واداء ممتاز هذول احترمنا توصيات نتاع ستاف تكنيك لعبنا ماتش بروح كبيرة إن شاء الله نكملوا الماتش اللي قاعدونا في الشامبيونات بنفس الروح هذايا ونحققوا اللقب إن شاء الله. صحيح هذيك هي ذول اللي تلعب في جمعية كبيرة لازمك تحضر روحك فيسا ذول نلعبوا زوز مقابلات مهمين تو نلعبوا بنغردير وبعد نلعبوا سباق جينا لنا. بريز امبورتون اللي نعملوا نروحوا بثلاثة نقاط من بنغردير خاطر لا قدر الله كان نعملوا ريزولتا نيجاتيف في بنغردير ما يسوى شيء الديربي. ان شاء الله الديربي يكون انشينمون تاع دي فيكتوار ورا بعضهم صراحه واه سي اون ايتي فريمون ابليكي اون ايتي افيكاس encore une fois on n'a pas pris de but c'est très important voilà on a travaillé tous ensemble on était en bloc on a fait une bonne première mi-temps une bonne deuxième mi-temps aussi on a bien défendu en bloc ce qui nous a permis de pas prendre de but. Et voilà, aujourd'hui on retient la victoire une nouvelle fois. Et voilà, en tout cas c'est un très bon résultat pour la suite des playoffs. Voilà, logiquement on part demain pour Bengarden pour un nouveau match de playoffs. Donc voilà, pas de repos, on va se remettre au travail et Inch'Allah gagner ce match. Oui, bah, on prend match par match. Que, voilà, aujourd'hui c'était un match, ça va être difficile, un derby qu'on a gagné. Non, on va se concentrer sur Bengarden pour ramener les 3 points et ensuite terminer la saison correctement aussi. كاو يدور لي كما شفتوا معناتها كي نحطوا كره ونلعبوا لعبنا ما توقفنا حتى اكيب يمكن دوزيام ميتون معناتها طحنا شويه ما كما شفتوا بريمير ميتون كيف لعبنا بكدا وكل شيء الحمد لله ربي 3 بوان مهمين جدا باش المشوار بطولة ان شاء الله نكملوا مازالونا 9 بوان ان شاء الله نكملوهم على خير ونفوزوا بيهم الكل ونزلوا شامبيون ان شاء الله الحمد لله يا ربي واحد ديما يطمح باش يعاون اصحابه باش يعاونهم باللي يقدر حتى كي ما مركيش معناتها يظل نعاونهم برشا اليوم الحمد لله واحد مركه ومد باس ان شاء الله نزيد نخدم على روحي اكثر وان شاء الله ديما نفرح جمهور الاسبيرو ان شاء الله البوندو الثاني معناتها هما عندهم الاتاك تاعهم فكها غيلان طيشها معناتها بريس طيشها امنت بروحي تبعت كره معناتها خذيتها الكشوك الحمد لله ربي من بعد نشوف في روجو بدري معناتها عملوا ابيل مديتها في الوقت وتمكنا معناتها من تسجيل الهدف الثاني اللي بالرسمي ما رتحنا برشا معناتها هذيك هي دربيات ما تلعبش راهو لازمنا نربحوه دربي حشنا بيه باش نطلعوا في الترتيب تاعنا الحمد لله كنا رجال كنا ابليكي عرفنا المنافس باش يلزم معاهم جمهورهم باش يطلعوا لنا الفوق لعبنا على الكونتر
وركينا البونتو الاول ما خرجش التالي، لعبنا كره لوطه وجاء البونتو الثاني على كونتر زادا. الحمد لله قاعدين نتقدموا بشوي بشوي، الماتشات هذوما يعطونا اكثر كونفيونس رواحنا، ان شاء الله الماتشات الجايين نربحوهم وان شاء الله ترجي شامبيون ان شاء الله. صحيح ماتشات الكبار تهزم اكثر حاجه الديفونس، الحمد لله كنا ابليكي كونسنتري لاخر وقت، عاونا بعضنا الناس كل، حتى منصر يعطيه الصحه معناها كلمه حق، جوار كبير صغير في عمره وما هو كبير سير تيران، نشجعوا بالكلمه الباهيه وان شاء الله قدام خير وان شاء الله تولي جروب يتحسنوا شوفوا منا كل خير ان شاء الله. بو بيان سور اليوم ما تسمعوش نتاع كوره، كنا معناها عارفين اللي بيصير برشا مشاكل على الاكستيريو، لكن الحمد لله قعدنا مركزين، احنا لعبنا اللعبه نتاعنا، اول ميتون الاول سجلنا هدف وبعد سجلنا هدف ثاني وقعدنا نستحفظوا، عرفنا كيفاش نوقفوا وقفه معناها وقفه ظاهره نتاع اكيب كبيره. اليوم معناها الكلوب ما خلقتش برشا فرص دونك ما خدش برشا فرص. اليوم ماتش 3 بوا كان مهم برشا، خلونا يعطينا اكثر معنويات للماتشات الجايين. نو بيان سور ما كاو الماتش وفيه وتلعب على روحه، 3 بوا مهمين، عندنا ماتش مهم برشا مع بنغردان كغاليان ديما بليد، دونك ماتش مهم كنت بنغردان مش حضروا باش يكون اصعب ماتش الكلوب، وان شاء الله نكونوا حاضرين 100%، ان شاء الله 3 بوا مهمين برشا باش خلينا ديما في ديما الاولانيين.